حواري مدينة وزان الجبلية والمحافظة دأبت الطفلة فدوى شرمان على مداعبة كرة القدم منذ سنواتها الأولى قبل أن تحترف اللعبة ممارسة وتدريبا وتسييرا لتشق بروية وتأن مسارا متميزا في عالم كرة القدم. رغم الصعوبات الثقافية والمادية التي اعترضتها لكنها تخطتها بمرونة وثبات، كما دأبت على مراوغة اللاعبات فوق الميادين لتسجيل الأهداف. لم تتوانى هذه اللاعبة يوماً عن رسم طريق مختلف عن الذي صارت عليه أغلب قريناتها من بنات جيلها من مواليد بداية الثمانينات، فميولاتها الرياضية الفطرية دفعتها إلى مرافقة أبناء جيلها الذكور من ألعابهم وشغفهم الطفولي. ساعدها على ذلك قدرتها البدنية العالية وتشجيع الراحل والدها أستاذ التربية البدنية لتتوج هذا المسار بتأسيس وتدريب ورئاسة نادي شابات أمل وزان لكرة القدم النسوية، وتقوده في تجربة فريدة إلى القسم الأول. وأصرت فدوى شرمان في بوح لوكالة المغرب العربي للأنباء قائلة أن اللعب كرة القدم في شوارع مدينة وزان رفقة أقرانها الذكور كان لعبتها المفضلة وهي طفلة قبل أن يتحول الولع إلى احتراف بمرور السنين على التوقف الاضطراري لعدم توفر المدينة حينها على بنيات رياضية تسمح للفتيات بممارسة كرة القدم. وقالت: لقد تملكتني رغبة جامحة لربح التحدي وفك عقدة ممارسة الإناث لهذه الرياضة في مدينة صغيرة من حجم مدينة وزان. كان لدي مهارة وموهبة كروية فطرية، ورفضت أن تبقى حبيسة لهذا الواقع المحكوم بنظرة المجتمع. تضيف: لقد توجهت مضطرة لألعاب القوى أثناء دراستي بالإعدادي، فمع سنوات المراهقة لم يعد بإمكاني لعب كرة القدم في الأحياء مع الذكور. في أحد أيام من أواخر التسعينات شاهدت فدوى شرمان بالصدفة مباراة لكرة القدم بين المنتخب المغربي سيدات ونظيره المصري، حيث تملكها سحر اللحظة وهي ذات 17 ربيعاً، وعقدت العزم على تأسيس أول ناد لكرة القدم النسوية بالمدينة، ووجدت الدعم والتشجيع من رفيق دربها اللاعب السابق من فريق أولمبيك وزان مصطفى المترجي وأختها الصغرى نوال التي ساعدتها على لم شتات النواة الأولى للفريق عام 1997 من بين الفتيات الموهوبات بالمدينة. وشرع هذا النادي الفتي منذ عام 1998 في خوض سلسلة من المباريات الودية مع فرق من القنيطرة والرباط وصل ليتمكن من الانضمام إلى عصبة الغرب في العام الموالي، لكنه اصطدم بحاجز الإمكانيات المادية وهزالة المنح المقدمة من المجالس المنتخبة، وينسحب مضطرا لسنوات من مباريات العصبة. لكن إيمانا منها بأن كل العقبات ستتكسر على صخرة الإرادة، واصلت فدوى المسيرة رفقة ثلة من اللاعبات اللواتي آمن بفكرة نشر كرة القدم النسوية وضمان المساواة في ممارستها بين الجنسين سواء على مستوى الهواية أو الاحتراف، حيث انتقل الفريق للممارسة بعصبة الشمال لتقليص التكاليف التنقلات. في الآن نفسه كانت فدوى شرمان لاعبة وعميدة للفريق ومدربة ورئيسة له، حيث زوجت بذكاء بين مهارة اللعب وحنكة التدريب ورزانة التسيير لتقود كتيبة اللاعبات في واقع مليء بالتحديات. في هذا الصدد قالت: بعدما أبانت عن مؤهلات كبيرة بمباريات الفريق ضمن عصبة الشمال، ولجت الاحتراف بالقسم الأول على سبيل الإعارة
من بوابة نادي المغرب التطواني قبل الانتقال إلى الرجاء البيضاوي والجمعية السلوية واتحاد طنجة لتتجاوز أشهر لاعبات البطولة بكثير من المسؤولية وفيض من الإطار. خصصت فدوى عائدات احترافها بالأندية المغربية لتمويل أنشطة وتنقل الفريق الوزاني، حيث قالت: كنت كرئيسة للفريق أعير نفسي كلاعبة إلى فرق أخرى وأحول كل العائدات لتمويل فريق شابات أمل وزان، لكنها لم تكن أبدا كافية لتغطية كل المصاريف. لكن بالمثابرة والجدية والتدبير الشفاف، تقول فدوى، تحقق أمل الصعود إلى القسم الوطني الثالث قبل ما ينيف عن 4 سنوات، ليصبح الفريق معادلة صعبة ضمن فرق المجموعة الوطنية، ويتحقق بعد ذلك حلم الصعود إلى القسم الأول قبل موسمين، والذي مارس به لسنة قبل عودته إلى القسم الثاني الذي ما زال به الآن. كل هذه الإنجازات تحققت وفدوى تواصل بناء مسارها المهني بتأني وثبات، حيث قامت بسلسلة من الدورات التكوينية في مجال التدريب داخل المغرب وخارجه، مكنتها من الحصول على دبلوم التدريب B4، لكن الربح الأكبر تمثل من ترسيخ ثقافة كرة القدم النسوية في هذه المدينة المحافظة، وأن تحظى الفتيات بفرصة إبراز مؤهلاتهن البدنية. وخلصت إلى أنه في السابق كنا نطرق باب الأسر للسماح لبناتهن بممارسة الكرة، الآن العائلات تأتي للفريق طلبا لتسجيل بناتها بفضل السمعة الجيدة والثقة المتبادلة والنتائج المحققة، موضحة أن المشكل لم يعد في العقليات المحافظة الآن، بل في مقاربات بعض المسؤولين الذين يقصون الكرة النسوية من الدعم، وإن كانت قد حققت نتائج باهرة بعدما انطلقت من الصفر. ترى فدوى أن الحلم الأكبر لم تبلغه بعد، فبقليل من الإمكانيات لهيكلة فريق شباب أمل وزان وتقديم الحوافز وتمويل الانتدابات تعد سكان وزان خاصة وجهة الشمال على العموم بالفوز بكأس العرش والبطولة الوطنية للكرة النسوية. تقدم فدوى نموذجا للمرأة المغربية التي تحدث العقليات المحافظة وربحت ريحان التحدي. المشاهد تيفي، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.